طبعا اول شيء حبيت اسويه اللي هي خلينا نحكي عن الدرجات. طيب تذكرون قبل سنتين، امانه ما اتذكر وبحاول احط البوز، لما كنت اقول لكم وشو احلى درجه موف تحبونها، وشو احلى درجه سماوي تحبونها، وشو احلى درجه التيفاني هذه بتحبونها الاخضر، فكانت تجيني تعليقات مره كثير عليها. انا اخترت الالوان وعدلت عليها اللي احس فعلا لما نحط هذه الدرجات ما اطلع يا هو تهولي، عرفتوا؟ لا اللي تحسين مره تحلي، يعني ترى هذه الدرجات مو شرط نحط لحالها لون صريح، ممكن تخلطينها مع حتى الالوان الترابيه لو تاتش بسيط تحت العين طرف العين، خصوصا الزيتي. انصدمت من جماله تحت العين، انصدمت. شفتوا بعد هذه الدرجات، حتى هذا الوردي، حتى هذا المشمشي، بقول لكم شيء وخلونا نكون يعني مع بعض مرة يعني واضحين. أغلب باليتات الأجانب تصير التون حقهم يناسب الدرجة البيضاء. طيب يعني مثلا نادر ألقى أشياء لما أنا أحطها تطلع علي حلوة، أنا تميل علي على بهتان، تميل على بياض، يعني لازم أحط قبلها يا برايمر أو لون أبيض أو أي شيء عشان يوضح لي هذه الألوان. ما احس ان كل الدرجات تحلي، عرفتوا؟ يعني حاولت قد ما اقدر قد ما اقدر ان كل هالدرجات بدون برايمر، بدون ما تحطين تحتها قاعده، تحطينها على عينك دايركت واللون مره يحلي، مره يحلي، يعني يناسب الوان بشراتنا. تستغربون من اللون الموف هذا، شوفوا ايش معنى اخترت هذه الدرجه. بنات عطوني عينات مره كثير لكل البلشات اللي انتم يعني متخيلينها واللي حتى كتبتوا اسمائها. جربت على صديقاتي، على مودلز، على يعني حرفيا حتى في التوتوريالات اسويها. وش احلى درجه موف تلبق علينا؟ تخيلوا ان هذه الدرجه اللي هي سميتها استر. اواكم تشوفون حتى الدرجات، ترى كل الاسماء كلها اسماء اللي الكواكب النجوم، يعني كل شيء حرفيا فوق السحاب. شوفوا درجة الخضار هذه، مو بالأخضر ترى الفسفوري على فكرة، يعني مو بالأخضر اللي تحطينه على عينك يطلع فاقع. شوفوا الدرجة، مو بعادي جمالها. هذه أنا أدورها دوارة، أدورها ترى كنت دوارة، والله العظيم إني أدورها دوارة. سميتها أوربت. الكواليتي حقت الشدوات ما تطلع باودر برا، يعني لما تاخذين اللون كأنه مخمل، ما تحسين إنه منثر معك، ما ينثر معك، وهذه أهم نقطة. طبعا عندكم الشادو اللي كأنه موية، أنا عشقي، أنا أموت على شيء اسمه كأنه موية. بنفس الوقت أبغى فيه شيء لون بسيط، سويت لكم إياه اللي هو نوفا، شفتوه في التوتوريال، وبحط لكم إياه الحين مرة ثانية. بنات تحطونه بدون ميك اب، بس حطي مرطب إذا تبغين يعني، وحطي على مدمع العين وعلى كل الجفن. طيب بدون برايمر ولا شيء ولا حتى كونسيلر، شوفي اللمعة على العين، هذا دمار دمار دمار. درجة الوردي، شوفوا أنا قاعدة أوصف شيء شيء عشان أنتوا تكونون معي في الصورة. لما يعطوني عينات، شوفوا مثلا هذا الوردي، والله يا بنات إنه مو، إذا قلت لكم 10 مرات رجعتها شوي، التاتش خفيف، يعني يقولوا لي هم يرسلون لي يقولوا لي وش الشيء الغير، حتى هم يعني والله يعني صارت مناقشات شادة حتى بيننا، يقولون إنه يعني أنت قاعدة تصعبين الأمور مرة، والله صدق يعني، ويدرون هم الحين، بس إنه الحمد لله طلع شيء مرة حلو، إنه نفس الشيء اللي تبغينه، يعني حتى لما نحط على يدنا نفس اللون أقول لهم لا، إنه فيه على درجة كذا، فيه على درجة كذا، لما وصلت لأحلى لون وردي ممكن تستخدمونه. شوفوا الجمال، شوفوا هذه درجة الوردي. بنات هذا اللي لما تحطينه على عينك ما تطلعين كأنك لعبة، مو قصدي يعني فهمتوا، كنا باربي كذا فسفوري أو كأنه فجأة شاطح، لأن أشوف كثير بنات يحبون اللون الوردي، بس لما تحطه يعني أحسه على محومر، أحسه على وردي وردي، ما يحلي صدق، ما يحلي، هذا مرة يحلي. طيب وحطيت لكم أحلى درجة مشمشي ممكن تتخيلونها، هذه هذول الاثنين دمار شامل. طبعا اخترت لكم العنابي، لكم اللون العنابي. طيب هذا احلى لون انا اعتبره اساسي، سموكي، طرف العين، عرفتوا الاشياء اللي مره تحلي. احلى درجه عنابي، مو على رمادي، انا ابغاكم تتاكد يعني تتاكدون من هالمعلومه ان العنابي مختارته مو على رمادي، لان كثير باليتس
لما تحطينه يعني تشترينه على النابي تحطينه على عينك يضرب على رمادي. طبعا درجة البني هذه المحروقة اللي ما فيها لون رمادي، وهذه الدرجة اللي تستخدمينها يومياً 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 للكونتور العين وبني فاتح. بنات الدرجات عملية جداً 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 جداً، يعني هذول شفتي مثلاً هذا 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 عن أحلى باليتات الألوان البنية. لما تجين على الألوان اللي تبغينها هذه أحلى شيء على عينك، يعني فعلا ممكن ترى تستخدمينها. حتى اللي ما يحبون يشطحون لما تخلط الأخضر ولا تخلط الموف كذا تاتش بسيط مع البنيات، دمار دمار اللون صدق. سمعت الجليتر كيف؟ شوفوها وضحت لكم، شوفوا كيف كأنها موية حرفيا، شوفوا موية، شوفوا كأنها فازلين. طيب نجي عند الأشياء الثانية، الهايلايت دمار، ما في حبات جلتر بنات، زبدة على الخد، حتى بدون ميك اب ينحط. هذه أهم نقطة عندي، يعني مو شيء، مو كل شيء لازم مع ميك اب، مع فونديشن، مع كونسيلر، تحطين منه كذا نقطة مسحة حتى في إصبعك على الخد، وحطي بعدها رشة فيكسر، بس هذا اللي أحتاج منك، حطي وحطي بعدها رشة أي شيء. عندكم البلاشر هذا راح تعشقونه، أنا أحس عادي بنات يرجعون ياخذون البلت مرة ثانية عشان هذه درجات البلاشر. البلاشر ترى حطيت اثنين، الفاتح وهذا الأغمق، هذول الاثنين. هذا بتستخدمينه حتى بدون ميك اب، وأنا أقول لكم أبغاكم تجربونه بدون ميك اب لأنكم راح تعشقونه، اللي هو الفاتح. اللي أغمق منه مع التاين، مع اللوكات اللي تسوونها، تسوون ميكس مع بعض، اللي تلعبين فيه لعب. طبعا نجي عند درجة الكونتور. درجة الكونتور هذه يا طويلة العمر على رمادي، مو على رمادي كونتور، تستخدمينه على العين، تستخدمينه على الخد، ما يقلب معك على أورنج. يعني لاحظوا اختلاف الدرجات هنا، هذا بلاش هذا كونتور، يعني هذا اللي صدق ينحت نحت، ينحت الخشم، العين، الخدود، ما تحسينه مبقع، ينفع على كل ألوان البشرة، يعني كلها تستخدمونها استخدام يومي. يعني هذا ينفع حتى بدون فاونديشن، هذا اللي اقول لكم دائما عليه، انه ينفع حتى بدون فاونديشن. حتى الاستيكرات اللي موجوده على البالت تشبهني، بنيث ذا كلاودز، اللي هو تحت السحاب، تحت السحاب اللي هو النجوم، الكواكب، كلها سميناها بهالشكل. ترى يعني مختاره اسم 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 اسم، شيء صراحة يعني أنا انبسطت معاه جدا جدا جدا، يعني من أحلى الأشياء اللي سويتها. شوفوا الديتيلز اللي هي نفس الاستيكرات اللي استخدمها في سناب شات، الأسهم، النجوم، عرفتوا؟ يعني أبغى شيء مليان حياة، أبغى شيء لما تفتحونه شوفوا الغيوم، شوفوا، ولاحظوا ترى الباليت طبقات، مو طبقة واحدة رسمة، يعني حطيت أكثر من طبقة عشان يصير كأنه، عرفتوا اللي اتش دي، تحسينها كذا الكلاود تشوفينها، اراكم تشوفون تفاصيل لانها تهمني. ترى في نجوم كذا باللون الابيض. طبعا هذا الباليت سويتها بناء على رسمه من الرسمات اللي انا احبها. دخلت الموف مع المشمشي، درجات الوردي، عرفتوا؟ ترى بنات انا مظلمه، يعني هذا بالنسبه لي حلم اني قاعده اشوفه الحين قدامي. شوفوا خليته بعد يلمع، المرة اللي راحت كان ترى مطفي، فحطيت فيه زي كذا اللمعة عشان حتى السحب تبين شكلها أحلى. شوفوا هذه المرة إيش سويت لكم، أباكم تركزون معي. هذه الدرجات البنات اللي يسألون هل هي نفسها اللي في سيفورا، أجل إيش رحت باريس ورحت وقعدت ورجع؟ طبعا لا، طبعا يعني هذه مو موجودة أصلا خلقة في سيفورا. الدرجات هذه رحت المصنع وبحط لكم، حتى روحت للمصنع انا امسك، تخيلوا يا بنات الالوان واخلط. ما شاء الله تبارك الله، عاد مصانع سيفورا وايطاليا، يعني اكيد انه شيء خرافي. المصنع اصلا الحاله كانه ما ادري وشو، شيء معجزه ما شاء الله تبارك الله. المهم نجي عند المهم،
خلطت الالوان ووريتهم الدرجات. بنات نقطتي نقطتي نقطتي، اكره الالوان الورديه اللي تقلب على موف، ما اتحملها. ما احب اللي تقلب على رمادي، ما احب اللي تقلب على بيج وهي وردي، يعني عرفتوا. طبعا شوفوا استخدام الارواج كلها ما تحطينها حاط، انا ما احب هذه الحركه. تحطين كم نقطه وتطبطبين باصبعك، اول شيء المحدد تحطينه عادي، تاخذين الروج تحطين كذا مثلا مسحه تحت مسحه فوق وتطبطبين باصبعك، حلو. بعدها لما ينشف تحطين الجلوس. الجلوس اللي اخترت لكم اياه اللي كبر، اراهن على جمال الجلوسات وجمال الارواج وجمال المحددات انها لن تتكرر يا وعد، لن تتكرر، يعني حرفيا تعشقونها زي ما عشقتها. ده الباكج اللي هو على نود، درجات النود اخترت يكون المحدد غامق على بني شوي، بس البني اللي يجيب الراس يا بنات، يجيب مو بعادي اقسم لانه مو بعادي. طيب طبعا الباكجينج شوفوا اخترت يكون نفس لون درجة الروج بالضبط بالضبط، يعني حتى ما غيرت فيها ولا شيء. الروج وش لونه؟ لون الباكج. سميتها ستار داست اللي هو غبار النجمات. كان في فضايح السيفورا، يا انهم ينبسطون او يزعلون مني. تخيلوا ان كل ارواج سيفورا تعرفونها اللي تكون من هنا شفافه، صح ولا لا؟ ومن هنا غامق. حتى ارواج العام كانت نفس الشيء. سويت هليله، قلت لهم ابغى اغير الباكجينج، ما ابغى، ابغى يكون كذا وكذا وكذا، ابغى يكون مطفي ودرجه اللون الروج بالضبط هي اللي على العلبه، حلو، والغطا مطفي. وانتم عارفين ان سيفورا هذا السيجنتشر حقهم، يعني فهمتوا مره ما قد غيروه في حياتهم. جتهم الصغيره هذه قالت الا تغيروا الا تغيروا الا تغيروا والله ما خلوها بخاطري، سووا المستحيل عشان، ومده قصيره المصانع ما تسوي على طول عشان يكون بهذا الشكل، بس والله استاهل. بس انه صراحه النتيجه طلعت حتى هم انهاروا عليها. نجي عند الباكج الثاني. شفتوا اذا قالوا لكم تحسبوني ارفع، انا ما ابغى اخليكم مني انا ترفيع، لاني داريه ما شاء الله تبارك الله بيطير، بس والله اني جالسه اتكلم من قلبي وقاعده اسولف يعني صدق من قلب والله بنات، لو انه شيء ثاني تعرفوني يعني اعطي كل شيء حقه. احلى درجه لون وردي ممكن تشوفينها في حياتك، انتهى الموضوع، نقطه على السطر. يعني انا عندي ارواج الحياه كلها، الترند، الالوان الوردي، الهبه اللي توقفون عليها لاينات، كل شيء كل شيء عندي. خذيت درجة الوردي واللي يتفق عليها كل أحد وعدلت عليها تعديل يصيح. بنات الجلوس أراهن على جماله بشكل مبعادي حتى بدون ولا نقطة روج. المحدد لو تحطين بس المحدد مع الروج تقولين وعد وش ذاتك، فين خليه عندهم دايم. الأرواج درجة الوردي تصيح تصيح تصيح. أقول لكم شلت اللون الموف طيب وخليته الوردي اللي على نود، عرفتوا درجة الوردي النود؟ مو بعادي مو بعادي، كأنه تاتو على الفم. حتى المحدد الحالة صياح، وقسم لنا صياح. وترى تقدرين تحطين مثلا، بقول لكم أمثلة، محدد مع شفاف، مو شرط نفس الباكج تمشين عليه، عرفت ايش قصدي؟ سميتها تويلايت اللي هو الشفق، يعني كذا درجة الأحمر هذه، عرفتوا؟ يعني حتى المسميات سميتها على كذا اللي درجة الألوان، عرفتوا اللي كذا أحسها يشبه إيش؟ نجي عند لون الباكج الثالث، هذا أنا ودي تسمونه وعد، اللي هو المشمشي. ركزوا معي مرة كويس، هذا وعد شخصيتي، هذا اللي انا استخدمه على وجهي دائما، هذا اكثر روج يلبق لي في الحياه. تعرفون ان اللاتينيات كيف محدد غامق؟ الروج على مشمشي، الجلوس كذا، يعني مثلا شفتوا درجه الروج غير عن درجه المحدد غير عن هذا. المكس هذا الثلاثه مع بعض انا مسويته ومتعمده ان لما تحط البنت المحدد الدرجه هذه، الروج يكون هذا والجلوس يكون هذا. حرفيا لوك التسعينات، عرفتوا الترند اللي الحين حاليا، الهبه اللي كل البنات يقول نجيب المحدد من مدري وين والروج من مدري وين، وادمجي هذا مع هذا مع جلوس هذا. حطيت لكم اياه في باكج واحد
والتون اللي انا مختارتها صح، هذا حاليا انا بالنسبه لي اكثر واحد انا قاعده احطه على نفسي، لان انا تان وما اوصف لكم جماله، ما اوصف لكم جماله. المحدد غامق طيب على بني، بس البني الصح، مو بني غامق غامق، البني الغامق اللي ياخذ العقل. درجة الجلوس بوريكم إياها جاية شوي على بني، هذه ما ألقاها، هذه أنا مسويتها ومتعمدة على هذه الدرجة أني أنا ما أحصلها. الروج صاير على مشمشي شوي، عرفتي؟ دمار المكس خرافي هذا، صدق أراهن عليه، حتى يعني في براندات معروفة ما عندهم هذه الدرجات. نجي للمفاجأة، هذا شيء كلكم انتم تحبونه، اللي جواتها تموتون عليه، وما شاء الله تبارك الله البيست سيلر. واخترت اكثر شيء مبيعا عندهم، واكثر شيء صدق انا شخصيا اخذه وانا احبه، عدلت عليه تعديلات يعني اللي انا ابغاها، اللي على جوي، اللي انا مثلا كنت لما احطها كنت اقول لو انه شوي كذا، لو انه شوي كذا، تعديلات بسيطة النتيجة تسحر تسحر، راح تحبونها. هذه انتوا اشياء تحبونها اصلا، هذه موجوده في سيفورا، لكن يعني هذا الباكج هو الوحيد اللي موجود في سيفورا، وعدلت عليه كم من شيء فقط. تنهارون من الجمال، الايلاينر مطفي، انتوا تعرفون ايلاينر سيفورا كيف اصلا، تخيلوا فوق سواد سواد، تخيلوا اللون ياخذ العقل، مطفي واسود، فحم 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 فحم، ما في نقطة جلتر، ما في نقطة لمعة، ما في نقطة كذا شيء يلمع شاين تحس لك انه بلاستيك. دمار دمار دمار، الثبات، الرسمة حق الفرشة تاخذ العقل، نفس اللي تحبونها ومتعودين عليها. طبعا المسكرة اساسا هي عشق البنات حقت سيفورا، هذه في انواع مرة كثير. قلت لكم هذا النوع اللي هو سايز اب، حطيتهم مع بعض، طيب السعر ياخذ العقل الاثنين مع بعض، وعدلت على المسكرة بكم من شيء، بالفرشة، بالحط، الكواليتي اللي داخل المادة نفسها، اللون السواد خيالية يعني، بإذن الله بإذن الله متفائلة جدا جدا جدا، بس حطوه على يدكم وشوفوا جمال الألوان. طبعا سميتها Outer Space اللي هو الفضاء الخارجي، وحرفيا تحسينها كذا، عرفتي الليل لما يكون ظلام وفي نجوم، هذه ترى مخيلتي اللي يكون فيه كذا زي ستارز في السماء وظلام مرة وكذا، مرة مرة ظلام، يشبه الايلاينر ويشبه سواده.